بخيمة جمعية نهضة الثقافية ضمن مشروع أبيض اللي هو بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. مشروع أبيض هو مشروع السلام، مشروع شباب قادر على بناء السلام. الفرقة اللي بتقدم اليوم هي فرقة صوفي للأداء الروحاني. طبعا ضمن المضمون هذا هي فرقة بتقدم هذا النوع من الفن اللي جزء متأصل بالتراث السوري، جزء من تراث الشرق الأوسط ككل، بيجمع بين كل الناس وبيوصلهم هي رسالة حلوة من الحب والتأخي والسلام. مشروع أبيض هو تابع لجمعية نحن الثقافية اللي هي أساساً بتضم كتير مبادرات بالرسم والفن والنحت، ومنها فرق كتير كبيرة، ومنها هاي الفرقة فرقة صوفي اللي هي دائماً بدها توجه شيء جديد للناس، حابة تعطي فكرة عن فن هو يمكن بعيد عن وسطنا هلأ حالياً. جو روحاني كتير حلو، جو يعني وجداني لله وحده، فيعني إن شاء الله تكون هاي الفكرة تتوسع أكبر على هذا النطاق ونشتغل إيد بإيد مع باقي الفرق إن شاء الله. نحن بتمنى أنه يعم السلام كل البلاد، وياريت أنه عن جد رسالتنا توصل مثل ما نحن حابين نوصلها لكم. شكراً كتير لكم، شكراً كتير للي ساعدنا.